عم بسرق له اغراض ولا شادي؟ شيلها؟ بعد شوي بعد شوي خليك هونيك خليني اشوف بعد شوي يلا طيب بعد شوي رح ننتقل لعنده ونشوف وين صار هيدا القلقاس اللي حاطه هونيك ما قلقسني من الصبح رح ننتقل لعنده ورشه بلح صباح الخير من جديد معنا بس ربع ساعة اليوم مثل العادي يوم الخميس بس عندي كذا شغلة بدنا ننتبه لهم ومهمين نعمله معروف هلأ شو حطيت أنا بالمايكروويف وغيدة هيك ناطرة ناطرة البطاطا المسلوقة كمان رجعنا كمان هرسناها بردناها نحن شوي بس نحن مش ما في لزوم نبردها بس كونها بردت أنا هلأ حطيتها بالمايكروويف حتى تسخن شوي صغيرة بدنا نعمل سوفلي مع اللحمة والبصل والسنوبر رح حط كمان بقلبها بالفرن بس كذا شغلة رح يمرقوا معنا بقلبها الحلقة القصيرة طيب يلا يا ليدا شوفي الوضع شيلها خلاص فرجينا لنشوف يلا هون يلا هون يلا كلنا سوا شو رأيك انت بالموضوع كلنا سوا يلا نوعا ما سوا فينا نحطها بعد شوي نحطها بعد شوي هلا كمان المشاهدين بيكونوا عم يتساءلوا فينا نحط الجرينك فيلم او الورقه كمان المشمعة هني عم يتساءلوا ولا انت اللي عم تتساءل لا انت سالتي فانا اخذت كمان السؤال من غيدة تجاوب كمان على بعض المشاهدين بيكونوا عم يتساءلوا كمان أوكي. نفس الموضوع انه نعم نستطيع ان نضع الجلينك فيلم إيه؟ في المايكرويف ما في مشكله ولا بالعكس بتسخن لنا اكثر وتعطينا كمان بقلب الهب اكثر والاميتي كمان اكثر ايوه اوكي يلا هون طنجره هون يا شيف شادي حليب حطينا شوي صغير الحليبات وشعلنا تحتهم بالناريت بالناريت بهالطريقه هلا ناطرين بس تنجيب شو البطاطا من المايكرويف نحطهم فوق الحليبات اللي حطيناهم بالطنجره فوق الناريت صحيح مزبوط صحيح عندنا كمان هون مقلي المقلي كمان بنشعل كمان تحتها بدنا نعمل الحشوه الحشوه يعني عباره عن زيت الزيتون الشيف شادي اوكي طلعوا كيف هون عم نعمل الحشوه هون وهون عم نعمل البطاطا ودغري بناخذ شوي صغير اليوم من الزبده ما بنكتر شوي صغيره هون بالحشوه وشوي صغيره كمان هون يا شيف شادي مع الحليبات كرمال البطاطا كانه عم نعمل بيري عارف. برافو شو بدي واشو شيك بس انا قلت شوف ما معقول يعني قوي كثير طيب. غيدة بلش هون بتطلعي بتلاقي الشيف شادي عمل شيء اسمه بولينتا صح هالبولينتا اللي جينا الحليبات لما غليوا مع جوز الطيب ومع كمان شوي صغيره من الملح ومن الفلفل الاسود او الابيض احسن شو حطيت؟ حطينا البولينتا اللي هي طحين الذره صحيح اوكي في منها اصفر ابيض في منها كمان اسود اسود اوكي 100% حطيناهم بعد ما حطيتهم كنت مقطع الجبنة اللي اكلتي منها نصها انت قبل بشوي صغيرة هي جبنة الحلوم لقمة اكلت عم عينك شو ضايقة طلعت نصها انه لقمة كانت كبيرة اوكي وبعدين شو جبت كمان عليها شوي صغيرة من الموتزاريلا شو عملت فيهم؟ شو عملت؟ هون بيقلب ليكي هون شو حلوين بيعقدوا بجننوا يعني انا بس بعمل بيوري فيني اعمل بولينتا سوفلي بولينتا اذا بدي انا ما قلت من الاول هلا بس انه فينا نقول بطاطات هي البطاطات ايه البطاطات هلا بيجي البطاطا بس قبل كمان البصل المفروم عندي تطلعوا هيك ها ليكو الشيف شادي شو عامل البطاطات حرك مزبوط الشيف شادي الزبده مع زيت الزيتون ومع كمان وين بدك اياها هاي البصلات رح نوطي شوي صغير النار هنا وهنا هنا هنا ليكو هون كيف كمان عبد بطل ايه هلا نحن ما بنجي نفتحها هيك بسرعه لانه بيطلع عندنا الدخان دغري شو بنعمل؟ جيبوا هيك شوي صغيرة سكينة صغيرة انتبهوا ليك هوب لك الهبلة كلها كيف طلعت ايه. اوكي وساعتها بنفتحها نحن بهالطريقة صار عندنا البطاطا جاهزين حلوين خلينا تعطينا حدا خلص عن جد ليش ما عزب حالك؟ دان لكن هون ليكو شو فينا نعمل؟ أول شغلة هون فوق الحليبات اللي حطيناهم شوي صغيرة والزبدة بناخذ البطاطا السخنين الحلوين بدنا نعمل منهم كمان هالسوفلي الحلوين هيك ايه. طلعوا كيف هيدي بحال نحن بردنا البطاطا توقعوا شوي صغيره معلش اوكي حطهم بهالطريقه يا شيف شادي معي ولا مش معي انا دايما وهلا بنحركهم رح ناخذ كمان في صغيره بعد هون هيك طلع والبقيو عندي صار عندي وقت رح اعمل كمان فيكم بيوري جابانيز على الطريقه اليابانيه لانه سالوني امبارح شو الفرق بين الكروكيت اليابانيات اللي عملتهم امبارح وبين البيوري الياباني ايه هلا هلا بنقول لهم اوكي يلا لا انا برامت وجهي سمعتك عم تقول رح اعمل فيكم فكرتك عم تحكي المشاهدين برامت لحظه هلا بدي منك كمان اعملي معروف هون في شويه سنوبر عندك بسرعه يلا. بسرعه في في سنوبر في في سنوبر هودي الطوال عرفتيهم يلا جو 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 كلهم؟ ايه كلهم يلا حطي الهم
بعد اليوم فوق. اليوم معنا مصاري مش مشكلة. ما فرقنا أوكي. معنا نحن ما فرقنا هلا بعد معنا. شوي صغيري رح نحط فوقهم كمان اللحمات بس انا شو عامل اليوم؟ لحمات مقلزن قبل اليون قبل احلى ما نخسر وقت كثير مضبوط الكلام؟ صحيح هلا دقيقة بس وين رحت الشقفة اللي كانت معي قبل شوي صغيرة قلت لك مدري وين؟ هيها ليه ما اخذتيها على البيت؟ باخذها على البيت يلا بس جو هون ليكوا شو حلوين ليكوا البطاطا شو حلوين ليكوا البطاطا شو حلوين هيك ها كمان هيك حلوين صاروا مع الحليبات مع كمان فينا نقول الزبدات وهلا عندي الملحات القرفات كمان عندي كمان جوز الطيبيط هذا كله ماشي الحال برش ولا لا طلع كيف كان برشهم شوية صغيرة هيك عسيل لما تيجي تبرشهم يا سلام ويا سلام يا شيف شادي هون وعندي كمان البهارات الحلوين هيك هيدا كلهم شو صاروا عندنا وين بقلب البطاطا وصاروا ليكي كيف؟ اوه كيف الوضع؟ ملك الشيف يا سلام هول حليب الزبده البطاطا السخنين بالمايكروويف ويلا صار عندنا البطاطا جاهزين لحمه هاللحمات اللي نحن كمان قليناهم بنحطهم نحن هيك ليكوا شو حلوين هون هودي بنشيلهم لبرا هيك وبنحرك نحن بهالطريقه اي اي واو ليكوا شو حلوين أوكي. كمان هون نفس الموضوع صار كمان عندنا اياها جاهزه كمان الملحات وكمان عندنا البهارات ايه. طلعوا الحلوين وصار عندنا كمان القرفه كمان صارت عندي انا هون فوق الحشوه بطاطا جاهزين وفينا نقول يا شيف شادي شو اللحمه صارت جاهزه كمان شو فضل عنا الصينيه بنحط شو بدك الصينيه ولا الصينيه لك وين الصينيه بسرعه يلا اعملوا معروف وانا هون رح بلش يلا وبجي انا هون بحط بيوري من دون ما احط شيء تحت ابدا ما عندي مشكله ابدا واذا بدي في اشخاص شو بيعملوا بيجوا بيعملوا بيحطوا شوية كعك مطحون من تحت يعني ايه. بيجيبوا كعك مطحون بهالطريقة كمان وبيجي بحطوا كمان من تحت هيك شوي صغيرة مع الزبدة بس كونه البطاطا فيها زبدة أنا أول شيء بشعل الفرن من تحت وبعدين بشعله أنا من فوق أنت فهم علي كيف؟ ما عندي أي مشكلة وبيجي أنا بمد البطاطا بهالطريقة بس السفلية. هيك رشة صغيرة حطيت ايه. كعك وفيك تحطي قصة أكثر بس إنه ما في إلها لزوم من تحت كثير أنت فهم علي الموضوع وين؟ ليك شو أنا عملت؟ فيني كمان ملحسهم اكثر، زبطهم اكثر، ما عندي اي مشكله. حسنا. وبجي انا هون كمان هيك. بجيب الحشوه. حدا منكم في الا لغيرة تزيح عني شوي صغيره تقدر اتحرك؟ لا بزيح عني. عم يقولوا لك شفتي عم يقولوا لك شو عم بيقولوا؟ المشاهدين ولا؟ المشاهدين. ولا الزملاء؟ لايكوا شو حلوين، لايكوا 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 هون، كمان كل هيدا بيعقد. المشاهدين عم بيقولوا نيالك واقفه حدك، خلص رح وقف ونيالك دبر راسك. تعي 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 خلص زعلت عندك خلص ما بقى بدي. لايكوا هون شو كمان حلوين هيك. طعميني هلا ترجع. لايكوا كمان هون عندي البطاطا هيك بهالطريقة، حاسس انه كمان هيك حلوين بطريقة كمان حلوة. تعي تعي يا شيف شادي هيك. وأنا هلا عندي هونيك شغلة كمان كتير حلوة هي شو؟ هي المي، المي ليش؟ لأنه طلعي بجيب أنا ملعقة وبحطها بالمي هيك وببلش ايه لحتى ما يلزقوا اوكي فوت أنا بهالطريقة أنا هون لبطاطات هيك حلوين وبجي أنا هون بالميات الحلوين بعملهم حلوين بهالطريقة كمان 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 يلا 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 ها طلعي كيف؟ حلوين وهلا الوصفه فينا تشوفوها كمان على الشاشه قد ايه منغطي مزبوط وهلا انا عندي هون شو الكعكات كعك المطحون قبله بس نظبطهم هلا شوي صغيره من هون ايه مش وبدخلوا معنا ايه ايه وهلا كمان في كمان شغله كمان فينا نعملها هلا فينا نجيب هيك حتى بالبيت نتفه صغيره والجوانب نتفه صغيره طلعي فهمتي كيف ايه اكيد بيوريه بهالطريقه هيك وبنجي نحن على الفرن دغري مباشره بدها حوالي ربع ساعة كمان بقلب الفرن أو 10 دقايق وبتكون عندنا إياها صارت كمان جاهزة جاهزة أوكي؟ هلا عندي أنا البولينتا تنرجع لهون هيك نرجع على البولينتا هالبولينتا نحن أول شغلة نحن عندنا شي بولينتا تانية لك وين؟ اللي هي كانت سخنة شو عملنا فيها؟ حطيناها بالبراد صح بس شلناها من البراد صارت هيك بس نشيلها هيك نجي نحن بهالطريقة لنقلبها نجي نحن نبرمها ولازم تنزل انا عندي هيك شو أكيد. رأيك؟ اكيد مشي حالنا؟ ايه بهالطريقة انا شو بعمل؟ بجيب سكين هالسكين كان بقلب الميات وانا بجي هيك بهالطريقة هون وبجي بقطع وحدي هيك هالبولينتا هون بجي بقطعها وبقلبها فيه كمان مين؟ جبنة الموتزاريلا وجبنة كمان الحلوم الحلوم وبجي انا اذا بدي
بشوي. هذه البولينتا فيني اقدمها مشويه من دون اي مشكله. هودي اربعه منشيل منشيل. يلا يا شيف شادي منشيل منشيل. هلا عم نشوي. هون عندنا البيوريه. بدي ابن وراكي صحن هيك اعملي معروف، صحن ابيض اعملي معروف، صحن عادي صحن عادي ابيض. رح نحن نجيب هون كمان طلع، رح اجي احط هيدي بالميات واجي اقدم كمان البولينتات. طلع بالمي بجيب البولينتا. يلا ليكي 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 هيدي البولينتا هون فينا اقدمها بهالطريقه. وجيب انا بدك بعد صحن؟ لا شوفي شو بدي اعمل. حط علي اللحمات المفرومين مثل كانه بطاطا بيوريه. ليكي شو حلوين. واجي انا هون حط الكعكات واكلها هي وهيك. هذا واحد صح. اثنين كمان فينا كمان نعمل شغله. فينا نجيب كمان هيك ونجيب كمان نعمل نفس الموضوع. نجيب البيريات طلع كيفها. وجيب عندك في كمان جبنه الجورجونزولا. كمان فينا ناخذ شقفه منها بهالطريقه كمان هيك طلعي ونجي نحطها فوق البولينتا. صار عندنا كمان البولينتا بهالطريقه. ايه صار فينا نعملها كمان البولينتا بكذا طريقه. هلا طريقه اذا انا اليوم لكم هون الحشوه كمان وهون كمان البولينتا كله قدامنا وعندنا البيوريه وينهم بالفرن. بالفرن مقلي نار قويه. ليش ما قلقزني بالقلقاس اليوم؟ ليه مش جايبه؟ مش القلقاس للقلقاس طلبوا مني للقلقاس فقط تشوفيهم القلقاس. اوكي. وتقلن انه في مدام طلبت مني شو هو القلقاس فنحن جبنا القلقاس اليوم مشان هذا شكله الحلو الجميل. بس اللي نحن هلا بعد يومين ثلاثه رح نعمل له وصفه بالقلقاس اليوم. بس اذا بتشتري هذا هو القلقاس. اوكي في منه اصغر هذا كبير. اوكي وبعدين بعد يومين رح نطبخ كمان منه هيك كمان بياخذوا فكره عن هذا الموضوع. ورح نشيل الكف لانه وسخني بالقلقاس. هلا بسرعه عليك انا شو رح اعمل. رح اعمل لك اول شيء هون هون هلا بدنا نجيب خليكي معي شوي ولا هونيك لك ولا كمان هون بدنا نجي هلا نحن هون هيك لك ها طلع واو بلش هون بدي اقبع انا عندي البولينتات. اوكي بعدهم يعني نحن البولينتا ما بنقلبها ها لك شفتي ابعد شوي بس محل ما بتقبع معناتها بعدها شو بعدها ما استويت. ايه اوكي يعني شو بنعمل نحن بننطر بعد شوي صغيره على هذا الموضوع بنخفف النار نتفه صغيره. هني ما بنجبر البولينتا تقلب الا ما هي تقلنا يعني هي تقول انا استويت انا جاهزه بتقلب مية انا جاهزه قلبولي. هلا في شغله هيدي الكعك بكره رح مد الكعكه هيدي قدامهم او العجينه اللي عملناها اليوم اللي ما كان معنا صار معنا من السمنه وهي عجينه اليانسون مع السمسم. واو شو طيبه هيدي بكره رح نمدها. اوكي انا هلا بدي اعمل شغله اخيره اللي هي الجابانيز بيوري. يلا ها بصل كراب ستيكس. كيف الوضع؟ عظيم الوضع. زبدي بقلبها طلعي شو حلوين. وعندي شو بطاطا. فهمت؟ هيدا هو الجابانيز بيوري هول اللي قلت لكم عنه هون. هلا بنحط فوقه ملح. اوكي بنجيب شوي صغيره من الحليب. بس هلا اذا بيخلطوهم مع بعضهم صار عندي جابانيز بيوري اللي هو عباره عن زيت زيتون زبده بصل اخضر وعندي كمان الكراب ستيكس مع الحليب برجع العيد مع كمان البطاطا. وهون بنحط لهم هلا شوي صغيره من الملح شوي صغيره من الفلفل وصار عندي جابانيز بيوري. هلا بس اخلطهم وهون يا كان يا سلام يا سلام انا هلا بس هيك ملعقة يلا ها وراح جيب دغري الصحن من هون لا ما بقى عندنا وقت. راح اخذ هيك شوي صغيره من البيوريه لا تتسكبها. واو مع اللحمه بهالطريقه هيك واو ما اجملها. اوكي بجي بحط عليهم كمان من اللحمه مع البصل بهالطريقه هيك ليك شو حلوين. وصار عندي كمان سوفليه هون صار عندي اخر شيء اللي هني حل بطاطا بيوريه للجابانيز طلعي شو حلوين. وغيدا بكره بضل عندي شغله اخذنا افكار كثير بضل عندي شغله انه بكره بدي مد لهم كعك اليانسون قدامهم. اوكي وهيك كمان بياخذوا فكره عن الكعك وليكي ما اجملها. اوه باي يا ملك يا شيف. بكره مثل ما قلنا ينسون لن ينسون الطبق اللي راح نشوفك بكره فائزا شيف. نحن بنرجع اكيد بنقول للمشاهدين اليوم مثل ما ابتدينا عالم صباح المميز اليوم 14 اذار الذكرى الثامنه
ل 14 اذار 2005، بس بدنا نرجع نقول دائما انه الحريه مش كلمه بتتم، والوطن هو الوطن لنا كلنا، خلينا نحافظ عليه.